الراديو 90 90 هواها مصري. يا مساء الفل ومساء الجمال على كل المستمعين الحلوين اللي بيسمعونا من كل حتة في مصر على الراديو 90 90 دايما هوانا مصري. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم صيام وصحة ورمضان كريم عليكم يا رب، ويبقى شهر كله خير وبركة زي ما احنا دايما متعودين يا رب. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فضل؟ بص بقى، انت عارف انا جايلك بمشكلتي النهارده، مشكلة شخصية. الحلقة دي بيرسونال جدا. كتير مننا بسبب عاداتنا الغذائية الخاطئة عندنا اللي هي مشاكل ما قبل رمضان. دي طول عمرنا بقى بالظبط كده، عندنا مشاكل في المعدة، اللي عنده مثلا عسر هضم، اللي عنده ارتجاع زي اللي عنده مشاكل في القولون، واغلبنا بياخد دواء على الريق. في الصيام بنتعب شوية، تمام، بنحس بالارتجاع ده طول النهار، بناخد الدواء على الريق قبل ما نفطر، بس برضو بنلاقي بعد الفطار فيه تقل في معدتنا. ازاي نقدر نعدي شهر رمضان ونحاول نخفف وطئة الصيام بقى مع هبدة الأكل فجأة في الفطار ومع دبة السحور؟ ازاي نقدر نخفف الموضوع ده على معدتنا؟ طيب، الأعراض اللي انت ذكرتيها دلوقتي للأسف الشديد من أكثر الأعراض شيوعا بشكل عام في الجهاز الهضمي، وهي مشاكل الارتجاع أو الحموض الزائدة أو ما إلى ذلك. طبعاً وكمان إذا ضفنا عليهم مشاكل بقى اضطراب حركة القولون، اللي هو ما يعرف خطأً بالقولون العصبي. القولون العصبي ولا طيب، هو القولون ده في له حركية، هو بتنرفز الراجل، له حركة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. الحركة دي لما بتضطرب بيضطرب حاجات كتيرة قوي، وبتصل الأمور لمشاكل كتيرة قوي. أنا عايز أقولك أن من مشاكل الجهاز الهضمي أن مثلا اضطراب حركة المريء يا فاطمة، المريء اللي هو الجزء اللي بيوصل للمعدة، قد يحدث معاه حاجة بنسميها ميس دياجنوزيس، أو يصل الأمر في بعض الأعراض لا قدر الله إلى أن ممكن ناس تتصور أن ده إصابة بالقلب، بأمراض القلب، وتخيلي ان بتتفرق ما بينهم. يعني ياما حالات راحت مستشفيات باعراض ظنوا انها ازمات قلبيه، وتاكدوا الاطباء انها مش ازمه قلبيه بعد عمل رسم القلب اللي هو الاي سي جي، وبعد حاجه اسمها الكاردياك انزيمز او انزيمات القلب. انا بقول ده في سياق ايه؟ ان الاعراض دي بتكون فعلا عند بعض الناس قوية ومؤلمة جدا جدا، والارتجاع كتير بيجيب شرق الناس مننا وهم نايمين، وخصوصا مع فكرة ان احنا بقينا بناكل وجبة متأخر اللي هي وجبة السحور، او بنقعد فترة بعديها ونام، بس برضو بتبقى تقيلة على اصحاب مشاكل المعدة. عايزين نتكلم بقى ازاي يقسموا وجباتهم وادويتهم، لكن بعد ما استأذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع أكيد. نكمل تاني، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في الصيام والصحه، وحلقه بتمسني والله بتمسني من انا تعبت. بص يا دكتور، احنا تعبانين، عندنا التهابات في المعده وعندنا ارتجاع، وبناخد ادويه وماشيين بعلاج، نعمل ايه؟ طيب، اولا لازم نكون بالتنسيق مع الطبيب المتابع لينا في الجهاز الهضمي، لازم يكون عندنا وعي كامل بايه الحاله المرضيه اللي مستوجبه العلاج، وايه الحاجه اللي انا اقدر استغنى عنها. فقط بمعنى ايه؟ بمعنى ان في ناس مثلا بتاخد فورات كده وبتاع بشكل زي ما يكون طقس من طقوس الاكل، بشكل عبثي، ده مثلا حاجه ممكن تبقى مضره، وبالمناسبه دي حاجات مش ممكن ما بتبقاش مفيده في كل الاوقات. خلينا نقول ان ادويه الحالات المرضيه الخاصه بالارتجاع اغلبها بياخد بالحموضه، لازم تبقى الدواء على الريق، لازم يبقى قبل الاكل بربع ساعه. فهنا ما انا هقول لك اهو، هنا بناخد الدواء لحظه الفطار، تمام، وبناكل التمر وبنشرب كوبايه الميه وبنهدى شويه او بنقف شويه، ممكن 10 دقائق الى ربع ساعه، ودي على فكره حاجه مش وحشه في الوقت ده. ممكن انت تقوم تصلي بالمناسبه يعني، او خلاص، لان عشان الدواء ده يحدث اثره، تمام. تاني حاجه كلنا عارفين، واولنا انت، اي حد بيعاني من الحالات المرضيه دي الاكل اللي بيتعبه. طبعا، خلاص كده، يبقى ده مبدئيا كده لازم نتجنب هذا الاكل، الاكل المسبك، الحاجات الاكل المقليات، المقليات، اي اكل كده تقيل هيتعبك. بالظبط كده. تالت حاجه هي تقسيم الاكل، الناس دول بقى تحديدا لازم ياكلوا كميات اقل، يعني مش لازم تاكلي، انا اسف يعني في كلمه ندبها كده على الفطار، لا، انت ممكن تاكلي وتقفي شويه، ممكن نص الوجبه وكمان ساعه ياكلوا نص الوجبه. بالظبط كده، بالظبط كده. رابع حاجة، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، انه في السحور نتجنب تماما اي حاجات حمضية، سواء كانت ليمون او طماطم، او نشرب حتى عصير فيه مواد حافظة او ما الى ذلك، حاجة عليها صلصة زي الفول اللي بالطماطم كده. والصلصة او السجق اللي اتكلمنا عنه. بالظبط كده. النقطة اللي بعديها، النقطة الخامسة، انه لازم بشكل عام اللي بيعانوا من الحكاية دي يناموا
تكون راسهم في مستوى مرتفع طبعا. فيا اما ان احنا بنعلي المخده او بنعلي المرتبه. يعني عن تجربه شخصيه للناس اللي اريح لكم عشان رقبتكم انكم تعلوا المرتبه ودي على فكره بتبقى حاجه كويسه قوي عشان الفقرات بتاعه الرقبه. تعلي المرتبه ازاي؟ هقول لك ان انت بتحطي حاجات ممكن كوفيرتا مثلا كوفيرتا تحت المرتبه من الناحيه بتاعه الدماغ، فدي بتساعد جدا جدا على الـ 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 الموضوع ده اللي هو موضوع اللي هو تقليل الأعراض الارتجاع. تمام. الحاجات دي كلها كده لو اتعملت إن شاء الله هتساهم بأثر كبير قوي 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 في تحسن الحالة. ودايما في الموضوع ده نقول انت دكتور نفسك، انت اللي تقدر تظبط أكلك كده. وتظبط نمط حياتك عشان الموضوع يبقى بسيط ويعدي عليك الأيام جميلة. كل اللي احنا قلناه ده بقى كل اللي احنا قلناه الناس اللي بيعانوا من اضطراب حركة القولون يخلوا بالهم من ان ينفذوا نفس هذه التعليمات، نزود عليها بقى ان هم يتجنبوا الحاجات اللي بتثير اضطراب الحركيه دي بشكل اكبر، وعلى راسها الحاجات المقليه. اكيد المقليه احنا اكدنا عليها 100 مره ان هي يا ريت لو نقدر نبعد عنها، وفي حاجات بالزبط. مشويه لما بتتعمل حلو بتبقى احلى طبعًا من المقلي. طبعا طبعا. كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من صيام وصحه. استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. احلى مسا عليكم.